احنا معانا على الهاتف الدكتوره غاده القماح، استاذ ورئيس قسم الامراض الوراثيه سابقا بالمركز القومي للبحوث. مساء الخير يا دكتوره غاده. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف يعني ايه كشف مبكر على الامراض الوراثيه. اولا بس قبل ما ابتدي عايزه اقول ان يعني اخيرا الامراض الوراثيه في الدنيا ثلاث ارباعها بيتسمى بالامراض اليتيمه، علشان ما حدش بيسال فيها من كتر ما هي حاجات نادره متنطوره هنا وهنا. فدي حاجه كويسه جدا ان اخيرا الدوله الحمد لله يعني بدات تبص بعين يعني مهتمه للامراض الوراثيه، ودي حاجه هتفرق فرق جامد جدا، لانها ممكن تحول من طفل مولود عبء على الدولة لشخص منتج طبيعي كويس جدا جدا في كثير من الأمراض الوراثية. عندنا كم تقريبا مريض مصاب بالأمراض الوراثية؟ كم طفل؟ مفيش إحصائيات للأسف، مفيش بتقول كم طفل، بس احنا من الكذا. معلش يا دكتورة، يعني بس لما هيبتدي يحصل الكشف المبكر ده هيبقى فيه إحصائية وقتها؟ أكيد هيبقى فيه. بصي حضرتك، هيبقى فيه قاعدة بيانات. بالضبط، ومن ضمن الاهتمامات اللي الدولة بتعملها مشروع الجينوم البشري، فمن ضمن الحاجات اللي هيعملها مشروع الجينوم البشري هيبقى فيه طبعا قاعدة بيانات هتتعمل لحاجات كتيرة جدا لأمراض وراثية كتير. من الدراسات القليلة اللي اتعملت في شعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم في المركز القومي، احنا لقينا ان حوالي النسبة حوالي 4% من الشعب عنده أمراض وراثية. يعني نقول مثلا عندنا حوالي 4 مليون ل 5 مليون بني آدم مصاب بأمراض وراثية، طبعا ده عدد جامد جدا جدا. مشكلة أن الأمراض دي مختلفة كتير جدا جدا، والمشكلة أن أنا علشان أعمل الكشف المبكر عنها عادة بيجي لنا العيادة عيلة عندها طفل مصاب، وده اللي بيلفت نظرهم، ونبتدي بقى ندور مين تاني مصاب وطريقة تشخيصه إزاي عشان نمنع تكراره. المحزن هو ان العيله دي ممكن تجيلي بواحد والثاني والثالث، دي بجد بتبقى حاجه محزنه جدا. زي ما حضرتك شفتي كده تكلفه مريض واحد 2 مليون دولار على ياخد العلاج ده، وده مش علاج. بتحصل كتير، وده مش علاج. دي حضرتك دي حاجه بتحسن، بتوقف شويه، بتعطل تقدم المرض، بتحسن اداء المريض، بتعالج الاعراض الى حد ما. لازم تبتدي بدري جدا، لان ساعات بيبقى فيه الحاجات اللي فعلا حصلت ما بترجعش. طب انا لما يبقى عندي فرصه ان انا امنع هذا المرض عن طريق التشخيص المبكر، اكيد يعني دي نعمه لازم نستغلها يعني. طيب عايزه اسال سؤال، يعني احنا ليه يعني المرض ده هل ظهر جديد ولا فجاه ولا من زمان؟ لان احنا ما سمعناش عنه غير الفتره دي، ليه؟ ما هو أنا قلت لحضرتك إن الأمراض الوراثية يعني الحمد لله حديثا بدأت الدولة تراعي مرضى الأمراض الوراثية. أي يعني معنى كده هو موجود؟ بعين اهتمام. طبعا موجود في العيادة، بيجي لنا حالات كتير منه ومن غيره، حاجات كتيرة جدا. يعني يمكن هو النسب بتاعته مش زي أمراض كتير أكتر منه بكتير بتجي لنا في العيادة على طول. طبعا إن يبقى في كشف مبكر في حديث الولادة دي حاجة مهمة جدا، لأن في أمراض وراثية أنا لو اكتشفتها في حديث الولادة ممكن منع إن هي تتطور خلاص من أول ما بعرفها، زي مثلا الفينايل كيتونوريا ده بيتشال عنه أكل معين، الطفل بدل ما عنده إعاقة ذهنية ويبقى طفل عبء على الدولة هيبقى شخص طبيعي ذهنه كويس يتعلم ويروح المدرسة ويعيش ويبقى شخص منتج في الدولة. مرض انيميا البحر الابيض المتوسط، العيان بيتكلف مبالغ مرعبه. احنا عندنا نسبه المصابين بالمرض ده حاملي المرض في مصر حوالي 10%، كل 10 مواطنين مصريين بينهم واحد شايل المرض. حضرتك دول لما يخلفوا دي نسبه تخص الاطفال والكبار ولا الاطفال بس ولا الكبار بس؟ لا لا، دي اطفال وكبار. حياتك كل اثنين شايلين المرض يتجوزوا ويخلفوا لي اثنين ثلاثه عندهم انيميا البحر الابيض، كل واحد فيهم عبء على الدوله قد كده. طب ليه؟ طب ما انا ممكن بس بان انا مش همنعهم يتجوزوا ولا حاجه، بس هيعملوا اختبار اثناء الحمل، يعملوا اللي هم الحمل المجهري، الحقن المجهري قبل ما يحملوا لو هم مش عايزين، مع ان الفتوى احنا واخدين فتوى من الازهر ان اي مرض وراثي بيبقى بيشكل عبء على الطفل وان هو مش هيعيش حياه طبيعيه، انه يحصل اجهاض وقتها، اباحوا ليهم الاجهاض في فتره معينه. واحنا معلش يا دكتوره غدا، يعني في فتوى شرعيه من الازهر بالاجهاض في حال الاصابه بمرض وراثي؟
حضرتك الدكتورة سامية التمتاني الله يرحمها، مؤسسة علم الوراثة في مصر، وأستاذ دكتور خالد جابر اللي هو رئيس قسم وراثة أمراض الجنين، جابوا شيخ الأزهر وعملوا ندوة في المركز القومي للبحوث، واتكلمنا في موضوع الإجهاض في الأمراض الوراثية، والفتوى كانت واضحة. وإحنا على فكرة إحنا ما بناخدش قرار عن حد، حضرتك أنا دوري كطبيبة أمراض وراثية أنا بدي العلم للمريض وبقول له روح الأزهر واعرض عليه العلم ده، أو روح الكنيسة واعرض عليه العلم ده، وهما هيقولوا لك تتصرف إزاي. يعني مش أنا مانيش مفتي الديار علشان أقول، إنما إحنا لما جبنا شيخ الأزهر الحقيقة هو كان رده معانا تماما، يعني لأن مفيش ما يبيح إن أنا أخلف أقعد أخلف في أطفال ورا طفل ورا طفل ورا طفل، عبء على الأسرة مرعب، عبء نفسي حتى لو مش عبء نفسي حضرتك، لو ما بتتكلميش في الـ2 مليون دولار إن أنا أشوف الطفل قدامي كده بيتعذب بيعاني مع الولادة، وفي أنواع منه بتبتدي مع الولادة.